ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي الأولانية عشان قربت على 1,000,000 مشترك ولأني راجعة بإذن الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان أقدر إن أنا أكمل. فيلمنا بيبدأ في شركة من شركات النشر كانت هتعلن إفلاسها بس عشان تحسن من مستواها ضمت ليها شركة تانية. لوسيندا أو لوسي كان حظها تكون في نفس المكتب مع أكتر حد بتكرهه من أول ما شافته هو جوشوا، وكانت دايما شايفاه واقف كده وصلب في التعامل. في البداية حبت تلطف الجو معاه وجابت له هدية، بس هو حتى ما شكرهاش وعمرها حتى ما شافته بيبتسم، ومكتبهم كان صامت ورخم ما فيهوش كلام، فيه شغل وبس. لوسي كانت متضايقة عشان معظم صحابها مشيوا من الشغل عشان اضطروا يصفوهم. جواشوا كان دايما بيتريق على شغلها وعلى كل حاجه بتعملها وبيقفلها على كل غلطه تغلطها حتى لو صغيره، وده كان بيكرهها فيه اكتر. كانت دايما ترخم عليه وتلخبط نظامه اللي عامله في مكتبه، وده كان بيغيظه دايما. مديرتها جات يوم الاجتماع ولوسي قابلتها، بدات تشكلها من جواشوا، وزميلتها قالت لها كل ايميلات المشاكل بسبب لوسي وجواشوا. فالمديره قالت لها تهدي الدنيا معاه شويه. في الاجتماع لوسي كانت بتقدم لهم حلويات عشان العيد، وواحده من زمايلها افتكرتها انها بتفرقها عشان عيد ميلادها وفرحت، بس لوسي احتوت الموقف وعملت نفسها انه عشان عيد ميلادها وكل حاجه. بدا الاجتماع ومفيش حد من الشركتين متفق مع التاني على اي راي، حتى المديرين مختلفين. المديرين اتفقوا على حاجه واحده بس، وهي ان يوم الجمعه اللي بعد العيد اجازه، بس طبعا اتفاقهم كان انها تكون من غير اجر. المديرين قرروا يخلوا رئيس لكل قسم، وبدل ما يجيبوا حد من بره هيخلوا حد من الموظفين اكفأ واحد في الشركتين. والمدير ريتشارد قال لهم ان احسن تقرير هيتقدم في السنه الجديده صاحبه هيكون الرئيس. لوسي وجاشوا بيتنقروا كل واحد فيهم مصمم ان هو اللي هيفوز بالمنصب، بس اتفقوا في الاخر ان اللي هيفوز التاني هيستقيل. داني زميلهم جاب للوسي الكتاب الجديد بعد ما طبع، وطبعا هو بيدرب نفسه للعبة الرماية، بيعمل الكتاب بس هي مش عارفة تلحقه. المهم ان تصميم الغلاف ما عجبهاش لانه كئيب، وجاب لها هدية، بس طبعا جواشوا اتريق عليها. داني بيحب لوسي بس هي مش واخدة بالها منه. بعد ما مشي جواشوا بيقول لها انه بيحبها وممكن تديله فرصة، وكانت بتحط الوش بس هو اتريق عليها كعادته. المدير ريتشارد جالهم وشاف الكتاب الجديد وكان عاجبه، وقال لها انه اسم مناسب وشيق بالنسبه للغلاف، وهي اتبعت اسلوب التطبيل ووافقت على رايه. بعد ما مشي عشان يلحق يتدرب عشان ماتش الجولف مع جواشوا، لوسي كانت مستغربه من مديرها وازاي عجبه الغلاف، وانه كمان قرا الاسم غلط وهو تعريه الوقت مش تعريه حاجه تاني، وده كان معصبها. جواشوا مستغرب من اسلوب التطبيل اللي كانت عاملاه لما المدير كان في المكتب. بدا بعدها يتكلموا، وهي قالت له ان لازم الموظفين يريحوا مديرينهم، وكانت بتقنعه يقرا كتب عشان يثقف نفسه. ومشيوا وهم راكبين الاسانسير، دخلت معاهم جانيت زميلتهم، وكانت متضايقه منهم ومن خناقتهم الكتير، وان معظم الشكاوي منهم، وطلبت منهم انهم يهدوا خناقتهم شويه. لوسي في المترو شايفه كل كابلز مع بعض، وكان نفسها يكون عندها حبيب، بس في راجل كبير في السن كان بيعاكسها، بس هي عملت نفسها مش واخده بالها. روحت البيت وكانت بتكلم مامتها اللي بتعيد عليها عشان عيد الشكر، وكمان كانت بتقول لها انها لازم يكون معاها حبيبي يونسها في العيد وفي وحدتها. لوسي اتلككت لامها عشان قالت لها انها خارجه، بس هي كانت بتزوحها. تاني يوم في المكتب لوسي راحت الشغل متشيكه ولابسه كعب، بس اول ما دخلت وقعت وكل حاجتها اتبعترت، وشوشوا ضحك عليها وقال لها انت عندك ميعاد ولا ايه؟ فهي ما عرفتش ترد، فقالت له ايوه، انها رايحه ميعاد مع واحد من الشغل، وانها حلمت حلم انها مرتبطه مع حد من المكتب. هو قال لها ان هو، بس هي انكرت. المهم هي خدتها العزه وقالت له لو عاوز يجي يتعرف على حبيبها هيجي بالليل في الكافيه، وهو قال لها انه لحسن حظه رايح هناك بالفعل. هي مش عارفه تعمل ايه، بس قررت تروح لداني عشان ينقذ لها الموقف. لقت داني بيلم في حاجته عشان هيسيب الشركه ويفتح شركته الخاصه، عزمته انه يروح معاها بالليل وهو وافق، وقرر يلغي كل مشاويره وميعاده مع صاحبه وهيروح معاها. وبعد ما مشي كان مبسوط عشان قدر يوصل لقلبها. في مكتب لوسي وجاشوا كانوا بيشتغلوا، وهي استغلت انه ساب المكتب وراحت تفتح لاب بتاعه، بس ما عرفتش الباسورد، وهو عارف انها قعدت على مكتبه، بس هي قالت له ان في عنكبوت وهي راحت تقتله، بس هو طنش. بالليل بعد ما خلصوا شغل جواشوا عرض عليها يوصلها عشان الدنيا بتمط، بس هي رفضت. وفي الاسانسير وقفوا وقال لها انهم لازم يحلوا الخلاف اللي بينهم ويتصالحوا، وفعلا اتصالحوا ووصلها، بس هي من الربكه نسيت شنطتها في العربيه وهو نزل يوديها لها. لوسي مع داني اللي كان مستنيها وبداوا يتكلموا مع بعض، وكان شعرها مبلول عشان المطر، اعتذرت منه عشان تنشف نفسها في الحمام، وقابلت جواشوا وقالت له انه خدعها وانهم عمرهم ما يتفقوا ابدا، وسابها ومشي. رجعت لداني بعد ما نفشفت نفسها واتكلموا عن حياه بعض، وقالوا الليله سوا وكانت مبسوطه. وتاني يوم كانت بتتشات مع داني وكانت مبسوطه، وراحت الشغل وجاشوا طلب منها انهم يعملوا هدنه مع بعض ويبطلوا الحرب اللي ما بينهم دي، وهي وافقت. المديره جت وسالت لوسي عن اقتراحها لليوم اللي هتقضيه الشركه مع بعض، وكان اقتراحها انهم يقروا قصص. جواشوا كان مقدم اقتراح انهم يلعبوا فريقين في مكان مفتوح، وكان المديرين شايفين ان الاقتراح ده افضل، خصوصا المدير ريتشارد. لوسي كانت متغاظه من جواشوا وكان نفسها تموته، بس طبعا هم عاملين هدنه في المكان اللي هيلعبوا فيه، كل فريق بيستخدم
تستعد، وجانت صاحبتها طلبت منها تقعد مع بنت اخوها وكده، بس لوسي مش عايزه. جوشوا جه ولاقيها تعبانه وقال لها المفروض ما تلعبش لانها هتتعب اكتر، بس هي قالت له يخليه في حاله. وداني جيو كان بيجهز، ولوسي كان نفسها تكون في فريقه، بس جوشوا كان قسم الفريق خلاص. لوسي قالت لجوشوا انها هتقطعه في اللعب، بس هو كان ناصح ومخليها معاه في نفس الفريق. بداوا يلعبوا، فريق جوشوا اتغلب ولوسي وقعت وكانت تعبانه خالص، واخدها البيت بتاعها، بس هي قالت الذوق وكانت هتطرده من بيتها، بس هي فعلا تعبانه قوي وهو قعد عشان ياخد باله منها. فقت بالليل لقيتهم اتنين، ففكرت ان جوشوا اتقسم لاتنين، بس ده كان اخوه ودكتور وجابه عشان يكشف عليها، بس هي اتفعلت مع اخوه اكتر منه. اخوه عزمه على فرحه واكد عليه انه لازم يعزم حد ويجي بيه الفرح. لوسي سمعتهم بعد ما مشي اخو جوشوا، كلم مع لوسي وحكى لها عن عيلته اللي كلهم دكاتره وكان بيهتم بيها لحد ما خفت. رجعت الشغل لقيته حاطط لها هديه وعصير على المكتب علشان الحمد لله على السلامه يعني. وداني جه في الوقت الغير مناسب وكان جايب لها ورده، طبعا جوشوا كان متضايق ومتغاظ. لوسي راحت لمديرتها عشان تعرف هي تقدر تهزم جوشوا ولا لا، ومديرتها شجعتها عشان هي شاطره ولازم تعمل كل اللي في وسعها. جابت له هديه عشان تشكره، بس هو مصدر لها الطرشه وعامل نفسه مش واخد باله منها، وراحت وراها عشان تعرف بيحبها ولا لا، بس هو قال لها انه مش عاوز يكون استبن ولازم هي تقرر انها تكون معاه. راحت تقابل داني بس ما كانتش مرتاحه معاه وكانت بتفكر في جوشوا. وبعدها سابت داني وراحت لجوشوا بيته وهو ما كانش قاعد، فاستنته لحد ما وصل ودخلت معاه وشافت بيته وانبهرت بيه وقد ايه هو منظم، وقعدت معاه شويه وهو رفض يدخل معاها في علاقه، هو هي سابته زعلانه ومشيت. تاني يوم في الشركه جوشوا بيحاول يفتح كلام معاها بس هي مطنشه، وريتشر جاب عميل مهم وبيعرفه على جوشوا ومتجاهل لوسي خالص. المهم كانت في بيتها بتحضر للعيد والباب خبط، لقيته جوشوا، ولما سألته دخل العماره ازاي كان طلع من السور وجارها فتح له الباب الداخلي، وصل لها ودعاها تروح معاه فرح اخوه، ووافقت وراحت معاه. وفي الطريق كان بيحكي لها عن اهله وازاي تتعامل معاهم وازاي مامته لطيفه وهتحبها. وصلوا للفندق اللي في الفرح، والفرح كان تاني يوم، بس ما لقيوش غير اوضه واحده فاضيه فاضطروا ينزلوا هما الاثنين فيها. كان معاهم ميعاد مع اهله عشان تتعرف عليهم، بس هم قعدوا مع بعض ونسوا الميعاد، ولما افتكرت هو قال لها مش مهم علشان هم مش هيحسوا ولا هيفرق معاهم غيابه اصلا. كملوا الليله سوا وكانوا مبسوطين لما اعترفوا بحبهم لبعض. في الفرح مامته اعجبت بلوسي وحبتها فعلا. مامة جوشوا عرفت لوسي على باباه، بس هو مهتمش ولوسي مستغربه منه. خلصوا مراسم الفرح ولوسي كانت معجبه بالعروسه خالص، واتكلمت مع العروسه اللي قالت لها انها كانت حبيبه جوشوا وانهم كانوا راقين على بعض، بس هي سابته وارتبطت باخوه لانه انجح. لما لوسي كلمت جوشوا حكى لها انها سابته عشان ترتبط باخوه لانه انجح منه، وكمان ابوه مش بيهتم بيه ودايما شايف اخوه احسن منه، ده حتى وقت ما جوشوا جاله يقول له انه اخد الماجستير ابوه عمل رحله صيد وكان كل اللي معزومين جراحين، ومرضيش ياخد جوشوا لانه كان فاكر انه مهما ينجح جوشوا برده فاشل طالما ما طلعش جراح زيه. بس لوسي كانت فاكره انه جابها الفرح عشان يغيظ حبيبته القديمه، بس هو جابها معاه لانه بيحبها. ابوه كان المفروض يقول كلمه للعروسين، وطبعا بدا يشكر في العريس وانه قدوه وبيفتخر بيه، وما جابش سيره جوشوا خالص لانه في نظره انه فاشل عشان ما طلعش جراح زي باقي العيله. لوسي كانت بتلعب في شجره الكريسماس، بس صاحب الفندق قال لها انها للزينه، وماما جوشوا اعترفت للوسي ان جوشوا كلمها عنها كتير وانه بيحبها جدا. لوسي راحت لابو جوشوا وقصفت جبهته وعرفته ان جوشوا ناجح جدا وهو اللي مش واخد باله من نجاح ابنه وان دي مشكلته هو، وعرفته ان جوشوا بيدير شركه كامله، ومامته كانت مبسوطه من جرأتها، وابوه ما قدرش ينطق. ولوسي اخد جوشوا ومشوا من الفرح. روحوا سوا في بيت جوشوا وقضوا مع بعض احلى ليله. تاني يوم راحوا الشغل لقيته حاطط لها هديه على المكتب وهي فرحت جدا، وهي كمان حاطط له هديه على مكتبه، بس سمعته هو بيتكلم مع ريتشارد كان بيهنيه انه قدر يوقع لوسي ويخليها ما تركزش في المنصب اللي بيتنافسوا عليه وان هو اللي هيكسب. لوسي اتضايقت وراحت تقابل داني وحكيت له على اللي حصل، ولما جالها جاشوا رفضت تخرج معاه وهو اتضايق وسابها. كل واحد ركز في الشغل وساب التاني في حاله، والدنيا رجعت مش لطيفه تاني، بس هو ده سوء تفاهم مش اكتر. وداني ساعد لوسي عشان تفوز بالمنصب. قبل العرض بيوم جاشوا ما جاش لمكتبه وهي سالت عليه، بس محدش عارف هو فين، وهي افتكرت انه بيعمل مقلب فيها وبيستعد عشان يكسب التحدي. يوم العرض كل واحد بيعرض التقرير بتاعه، كل زمايلها بيشجعوها وهي متحمسه جدا. جانيت جابت بنت اخوها اللي عايزاها تتدرب، بس لوسي رفضتها لانها مش شكل واحده عايزه تتدرب، وقالت لجانيت انها ضغطت عليها ودلوقتي هي مش هتدرب حد. جاشوا كان بيراقب الموقف من بعيد وكان مبسوط بيها، جالها سلم عليها وقال لها بالتوفيق، ودخلت قدمت العرض بتاعها. بعدها قابلت مديرتها اللي جابت لها هديه كتاب جديد، ولوسي كانت مبسوطه جدا، بس قالت لها انها حتى لو ما اخدتش المنصب هي مش هتكون زعلانه، المهم انها حاولت. يوم النتيجه دخلت لوسي المكتب ولقيتهم كلهم بيهنوا جاشوا، وافتكرت انهم اختاروا للمنصب وهنتوا بيه. جاشوا قال لهم انهم خلاص هيفضوا الشركه وان شركتها تقدر تنجح لوحدها لان مديرها العام شاطر وهيعرف ينجح بيها، والمدير ده هو لوسي. كل في المكتب فرح ما عدا ريتشارد طبعا، ومديرتها اعتذرت لها عشان جاشوا كان مخليها مفاجاه ليها. جاشوا قال لها انه استقال ونفذ الرهان وهي اللي كسبته. بدات تشتغل بقى وكانت بتجتهد عشان تنجح شركتها، بس برضه علاقتها اتحسنت بجاشوا، ورغم انهم اعداء في الشغل بعد الشغل بيقابلوا بعض ويعيشوا سوا. اشتكت له من جاشوا اللي بيضايقها في الشغل
الاخر ودايما بينافسها، بس دلوقتي هم وقت حبهم لبعض وهو جاشوا اللي بتحبه. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعت الاولانيه والاشتراك في القناه دي، فولو الاكونت بتاعي على الانستغرام. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.